مشاهدينا اهلا بكم الى تفاصيل نشاط الاخبار الى العناوين. انطلاق الموسم الدراسي للطورين المتوسط والثانوية في ظل تقيد صارم بالبروتوكول الصحي، والوزير الأول عبد العزيز جراد يؤكد أن سلامة التلاميذ مسؤولية جماعية، مشددا أن الحكومة ستتخذ إجراءات قاسية في حال عدم احترام التدابير الاحتراسية. الوزير الأول عبد العزيز جراد يؤكد حث الدولة على إنجاح الموسم الدراسي ويطمئن بضمان اللقاح ضد فيروس كورونا لكل الجزائريين في حال توفره. تنمويا، استفادة أزيد من 800 عائلة ببلديتي جميلة وبني فودة بالصيف من الربط بشبكة غاز المدينة، وفي النشرة أنموذج ناجح للاستثمار المحلي في مجال إنتاج الخرسانة بفضل برامج دعم وتشغيل الشباب. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. في الحدث التربوي التحق اليوم أزيد من 5 ملايين تلميذ في الطورين المتوسط والثانوية بمقاعد الدراسة بعد انقطاع فاق 7 أشهر بسبب تفشي وباء كورونا. وبالمقاطعة الإدارية سيدي عبد الله بالعاصمة، أشرف اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد على افتتاح الموسم الدراسي 2020-2021 بالنسبة لهذين الطورين وتدشين ثانوية جديدة بحي عتل. الوزير الأول أكد أن القرار القاضي بعودة التلاميذ إلى المدارس مسؤولية كبيرة تقتضي وعي وتضامن الجميع. زكريا مهوبي. من ثانوية الشهيد رقيق حمود بن العيد أصيل مدينة المعالمة، أعطى الوزير الأول عبد العزيز جراد إشارة انطلاق الدخول المدرسي للطورين الثاني والثالث. الوزير الأول تلقى عرضا حول الدخول المدرسي بالعاصمة، وفي حديثه للتلاميذ أكد بأن قرار عودة التلاميذ إلى المدارس مسؤولية كبيرة تتطلب تضامن الجميع. شكله الالتزامات بالوقاية والطرق الوقاية. الظروف هذه الاستثنائية، وكم شفتوا أخذنا قرار مهم لفتح المدارس والثانويات والمتوسطات، وهذه مسؤولية كبيرة جدا، لكن كان غير ممكن أنكم تبقوا في البيوت نتاعكم لأنه ظروف صعبة النفسية وظروف يعني تاع البقاء في البيت بدون تدريس، هذا شيء صعب، هذا على مستوى العالم على كل حال كما رأيتم. فإذا الآن المسؤولية هي مسؤوليتكم، احنا وفرنا الشروط ولكن انتم لازم تحافظوا على أرواحكم وخاصة حافظوا على أهلكم. أنا نظن باللي هذه خطوة بالنسبة لكم، اللي كان جانب تربوي مهم يدل على الوعي التلاميذ. يعني راكم في سن وين لكن عندكم إخوان وأخوات في السن يعني أقل منكم، لازم تتكلموا معهم كذلك هما كيروحوا المدارس. إذا هناك توعية فردية وتوعية جماعية. وبعد صورة تذكارية مع تلاميذ الثانوية، الوزير الأول صرح بأن مدينة سيدي عبد الله قطب تكنولوجي علمي واعد. سيدي عبد الله ترمز إلى قطب تكنولوجي توجه للمستقبل ولفتح الجزائر على العالم، وتواجد مؤسسات تربوية وجامعية في هذه المدينة دليل على أننا نركز على تكوين جيل يتحكم في العلوم ويتحكم في مناهج دراسات بمستوى عالمي إن شاء الله. ولضمان دخول مدرسي آمن ومطمئن للتلاميذ وأوليائهم، إجراءات خاصة اتخذتها السلطات العمومية ترتكز على احترام البروتوكول الصحي.
الوزير الأول عبد العزيز جباد، وخلال تدشينه متوسطة بحي عدل بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، أكد ضرورة تكثيف جهود التوعية والتحسيس لمجابهة جائحة كورونا باعتبارها مسؤولية جماعية، مشددا أن الحكومة ستتخذ إجراءات قاسية في حال تواصل ارتفاع عدد الإصابات. حمزة أحمد بالقسام. في ظرف صحي استثنائي جاء الدخول المدرسي هذه السنة، الوزير الأول عبد العزيز جراد وخلال تدشينه هذه المتوسطة الجديدة أكد أن الحد من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا هو مسؤولية الجميع، والحكومة ستتخذ إجراءات قاسية إذا استلزم الأمر. الأرقام اللي طلعت هذه الأيام في عندنا في الجزائر هو لعدم احترام الناس لهذه الشروط هذه نتاع الوقائية، لذلك لازم الناس تفهم باللي واحد الوقت وصلنا استقرار الارقام لا لاحظتهم، ولكن لماذا؟ لانه الناس كانت واعيه، بعد عندما شافوا الارقام على المستوى يعني تحسنت نساو باللي كاين هالوباء هذا مازال موجود في وسطنا، والان لازمنا نرجع الى هذا التوعيه هذه، واحنا كسلطه عموميه إذا شفنا باللي الأرقام مازالت طلع سنأخذ إجراءات ربما قاسية للحفاظ على المجتمع نتاعنا والتماسك المجتمع. لذلك أنا علاش لازمنا الآن نعمل مع بعض باش ما نخليش هذه الأرقام تزيد تطلع، لازم يكون على الأقل استقرار في الأرقام بوعي المواطنين وبالعمل الجبار نتاع الأسرة الصحية نتاع الأطباء ونتاع الممرضات والممرضين. لازم ننساوش باللي هذا الجيش الأبيض هذا كما سميناه هو يعني في الواجهة، وما ما نخليهمش يعانيوا من الضغط الكبير اللي عليهم في هذا المرحلة. إذا عندنا مسؤولية كبيرة، كل واحد لازم يفكر بالضمير نتاعو باش نبقاو في استقرار، باش تبقاو الدراسة تمشي، والرجوع إلى المدارس وإلى الثانويات والمتوسطات هو دليل على أن الحياة لازم تبقى ولازم تبقى مستمرة إن شاء الله. الوزير الأول أكد على ضرورة التوعية الفردية والجماعية، مطمئنا الجزائريين على أن الدولة ستوفر اللقاح لكل الجزائريين في حال توفره. الجزائر أخذت قرار أنها إذا كان هذا التلقيح موجود سيكون تغطية شاملة وكاملة لكل مواطنين ومواطنات مهما كان سن نتاعهم، ولذلك نظن باللي احنا رانا نعمل جاهدين يومين، والحضور تاعي هذا دليل على أننا نأخذ بهذه الاعتبار كأولوية من الأولويات النشاط الحكومي. سنواصل معكم، سنبقى باتصال معكم حتى إن شاء الله نهاية السنة ونشوف باللي الشروط يعني توفرت وتنجحوا في أحسن الظروف. هذا وكرم الوزير الأول عبد العزيز جراد عائلة المجاهد مرزوق بن يوسف الذي تحمل هذه المتوسطة الجديدة اسمه. أجواء دخول المدرسة بولاية وهران طبعها الوقوف الصارم على تطبيق إجراءات السلامة، سيما التباعد الجسدي وتفادي الازدحام. خير أبو طالب. ارتداء القناع الواقي، وضع مطهر اليدين والتباعد الجسدي هي من بين الإجراءات الوقائية التي استأنف فيها الدراسة تلاميذ الثانوية الجديدة حي رابح بولاية وهران. الحمد لله اللي دشنونا هذه الثانوية، باس كنا نقروا في مسرقين بعيدة علينا بزاف، وهذه مأهلة وفيها بزاف صوالح جدد. صافي بليزير دخلنا نقروا، إن شاء الله الكورونا تروح وإن شاء الله نعود نولو كما كنا في الدخول المدرسي. وباش تنجح السنة الدراسية لازم نلتزموا إجراءات الوقائية، ارتداء الكمامة واستعمال المعقم اليدين والتباعد الجسدي. تم استقبال كل التلاميذ في ظروف جد وحسنة، مع كل احترام كل الإجراءات المعمول بها الوقائية الخاصة ببروتوكول كوفيد. اعتمد مخطط تمدرس طوري المتوسط والثانوي على نظام التفويج. أن عدد التلاميذ 141 تلميذ، 5 أفواج تربوية، 2 علمي، 2 علمي، 2 أدب وفلسفة، عندنا بروميير اس 1 اس 2 والأدبيين. هذه المؤسسة بنيت في هذا المجمع السكني 700 مسكن حي رابح،
إذا التلاميذ اللي كانوا يسكنوا هنا جبناهم لهذه المؤسسة لهنا، وفرنا لهم التأطير البيداغوجي والإداري كل حسب 8 أساتذة موفرين هنا في المؤسسة. كما تعزز قطاع التربية بالولاية بهياكل جديدة تمثلت في ثانويتين وثلاثة متوسطات. وعملا على تسهيل تطبيق الإجراءات الوقائية، تعزز قطاع التربية بولاية قسنطينة ب15 مؤسسة تربوية جديدة من شأنها المساعدة في احترام نظام التفويج. ليندا شعبان. بعد غياب طويل عادت الحياة لتدب في المدارس، أين التحق اليوم تلاميذ الطور المتوسط والثانوي بمؤسساتهم التربوية بولاية قسنطينة وسط إجراءات صحية محكمة. درس أول تحسيناتنا الأستاذة خطر كورونا وطرق الوقاية منه وكفن جنبه. استنينا هذه اللحظة باش نرجعوا نقراو خطر طولنا بزاف في الحجر الصحي في المنزل. إن شاء الله تتنحى هذه كورونا من البلاد ويرجع كلش طبيعته. ولاية قسنطينة سخرت كل الإمكانات اللازمة من أجل ضمان سلامة التلاميذ باعتماد نظام التفويج وتقليص العدد والتباعد الجسماني، إجراء فرضته جائحة كوفيد-19. وضع كل التدابير الوقائية وتحسيس التلاميذ على اتباعها والمحافظة على كل الترتيبات الصحية المتفق عليها، وهذا ما لاحظته وهذا ما سنعمل على مواصلته والمحافظة عليه. هذا الدرس نحاول أن نقوم بتعريف الفيروس وكيف انتشر وأعراضه ومخاطره وكيفية الحد من انتشاره. مخططات استثنائية تضمن دخولا مدرسيا آمنا لكل الأطوار التعليمية بضبط كل الترتيبات لإنجاح الموسم الدراسي. الأجواء ذاتها شهدتها متوسطات وثانويات ولاية بشار وسط ارتياح لدى الأساتذة التربوية من العرج. وفقا لبروتوكول صحي وبشكل غير معتاد ينطلق الموسم الدراسي 2020-2021 في شطره الثاني بعد التحاق بقية الطلبة لكل من طوري المتوسط والثانوي باعتماد نظام التفويج لدخول مدرسي آمن. والعينة هنا من ثانوية عيدان أحمد من ولاية بشار. تفرض علينا هذه المخططات الزمنية وجود نصف تعداد تلاميذ في كل مؤسسة تربوية، وهذا ما يعطي أريحية بالنسبة للطاقم الإداري والطاقم التربوي وكذا كمية التحصيل التربوي لأبنائنا التلاميذ. ولتوعية ناجعة تم افتتاح الموسم الدراسي بدرس حول الكوفيد-19 وسبل الوقاية منه. قصد يعني تعزيز إن صح التعبير تعزيز الوعي لدى تلاميذنا بضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي في ذات الوقت الحرص على صحتهم بالدرجة الأولى. اليوم كان الدخول ممتاز من كل نواحي، بروتوكول الكمامات كل شيء وفره لنا. الالتزامات الوقائية نجم نخدموا بها باش ما حتى واحد ما يعدي واحد، ونكونوا متباعدين وإن شاء الله يكون عام دراسي زين كما العوام اللي فاتوا. مادام مازال ما كاينش دواء وما كاينش حل التزموا بالوقاية. المجموعة الإقليمية للدرك الوطني كانت حاضرة في العملية التنظيمية والتحسيسية لهذا الحدث الدراسي الاستثنائي. والالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية رهان رفعته جميع المؤسسات التربوية عبر الوطن لضمان سلامة الأساتذة التربوية. سونيا قاسي تابعت الأجواء من متوسطة الطيب العقبي بالعاصمة. لقاء مع الزملاء، لقاء مع الأساتذة، لقاء الشوق إلى مقاعد الدراسة بعد 8 أشهر من الفراق. هي شيء صعيبة بس قعدنا 8 أشهر في المسيد، بصح فرحنا بزاف. ما دخلناش المسيد وجينا كلي بيزار كلي واعرة الدخلة تاعنا. فرحنا نتلاقوا مع أصدقائنا القدام وقاعدين. لقينا إجراءات وقائية، خطر العام هذا كان مختلف كي جات الكورونا. ولازم نديرو كمامة ونخلو مسافة بيناتنا وبين التلاميذ. يدق الجرس ليعلن انطلاق موسم دراسي جديد ليس كسابقه، فالوقاية الآن أكثر من واجبة. كل الطاقم التربوي والإداري بداو يمارسوا فعليا هذا البروتوكول. إذا
هو تحصيل حاصل في الحقيقة. حضرنا المؤسسة من كل الجوانب التنظيمية المادية. اليوم جيت للمؤسسة تاع طيب العقبي باش نتأكد على مدى تطبيق الإجراءات الوقائية للدخول المدرسي، ونتأكدوا بلي التلاميذ طبقوا واش قلنا لهم. حماية تلاميذنا والحرص على سلامتهم مسؤولية تستدعي تكاتف الجهود والتحلي بالوعي الكامل لموسم دراسي ناجح. كما التحق اليوم بولاية وذقلاء أكثر من 59 ألف تلميذ وتلميذة في الطورين المتوسط والثانوية بمقاعد الدراسة في ظروف تنظيمية جيدة. مختارية بن مريم. سرور كبير غمر تلاميذ الثور الثانوي والمتوسط في هذا الدخول المدرسي بولاية ورقلة رغم الظروف الصحية الصعبة وبعد أكثر من 7 أشهر من الانقطاع عن الدراسة، وسط حرص كبير من المؤطرين والمدير المؤسسات باتباع البروتوكول المعمول به. نتمنى أن تكون سنة دراسية جيدة دون أي إصابات بهذا الفيروس. الأجواء تاع الدخول المدرسي كانت رائعة، كان الجميع ملتزم يعني بالبروتوكول، كانوا كل دايرين كمامات يعني التباعد الجسدي يعني واجب اتخاذها، أو كذلك إرشاد التلاميذ والحرص على سلامتهم الصحية والجسدية. أكثر من 95 ألف تلميذ وتلميذة كانوا في الموعد استئنافا للدراسة، ومشهودات كبيرة لمجابهة الظروف الصحية الراهنة وإنجاح الموسم الدراسي بكل المقاييس. بعد غياب طويل عن مقاعد الدراسة تعود آية كغيرها من التلاميذ، وكلها شغف للقاء أساتذتها وزملائها، شغف لم ينسيها الحرص على تطبيق إجراءات السلامة. أيمن حنفي. انتظرت التلميذة آية هذه اللحظات بشوق كبير، واليوم هي جاهزة للعودة إلى مدرستها بعد فراق زاد عن 7 أشهر بسبب جائحة كورونا. راني في الشعال نستنى في هذا النهار، راني رايحة نشوف صحاباتي وأساتذتي. آية من بين 30 ألف تلميذ بولاية عامة يلتحقون مرة أخرى بأقسامهم وسط ظروف استثنائية بفرض بروتوكول صحي صارم داخل المؤسسات التربوية، وإن غير كثيرا في سلوكات التلاميذ إلا أنه لم يمنع فرحتهم باللقاء مجددا. فرحانة بزاف، كنت مشتاقة لصحاباتي أساتذتي تاعي، تبدلت علينا الحالة بزاف. دروك كاين تباعد، ما كانش هضرة بزاف، ما كانش تسلم غير من بعيد، مسافة تعقيم اليدين. وقد جرى تهيئة المدارس بالنعامة لاستقبال التلاميذ في أحسن الظروف، ومرافقتهم من الناحية النفسية كانت مهمة لمساعدتهم على التأقلم مع الوضع. تقديم نصائح، تعريف بالفيروس، متابعة نفسية للتلاميذ خاصة الذين أصيب أحد الأفراد أو أصيب التلميذ بهذا المرض. استلمنا 5 مؤسسات تربوية جديدة، 3 متوسطات وثانويتين، وأقسام للتوسيع في إطار متوسط. عودة الأمور إلى طبيعتها وعدم غلق المدارس مجددا هو ما يطمح إليه التلاميذ، فالتزامهم بالتدابير الوقائية يحقق مبتغى. ولأن مجابهة تفشي فيروس كورونا مسؤولية الجميع، كان التأطير العائلي محكما لتوعية الطالبة ريم فروخي من ولاية بجاية بضرورة الالتزام بمستحضرات ووسائل الوقاية. زهير بطش. اشتاقت للقسم للمعلمين والزملاء. المتفوقة ريم فروخي انتقلت إلى 3 ثانوي بمعدل جاوزت 19 من 20. أمها تطنب في النصائح قبل الالتحاق بالقسم. دخول المدرسة لهذه السنة دخول استثنائي مع هذا الوباء. نحرص بزاف على أننا نوري لهم ونرشدهم باش ما يتخبيو للمرض، ما يتخبيو للفيروس، ما يجيبوه للدار، ما يكونوا سبب للانتشار مع في وسط المدارس. لا غونتري سي فري يديروها اون غوتار وكلش على حسب الظروف. مي جو بونس بلي هاد العفسه ما حش يكون عندها بزاف تاثير علينا، باسكو لي لاب لي يكون عنده لا فولونتي وكلش جيسبر ما حش تكون تاثر عليه. ليسونسيال الانسان يبدا من
ما يخلي حتى عفسه للصدفه، شغل يبدا من اول العام يقرا حتى اخر العام. اون اسبير بيان بلي هذا اللي هذا الفيروس ماشي يكون عنده ان امباكت بزاف على لي زيلاف على لا سيكولوجي تاعهم، باسكو جو بونس في لي ليسي داروا لي مويان باش لي زيلاف جو تاع التباعد بيناتهم إلى ثانوية الشهداء مقران الوجهات هذا الصباح. ريم متفائلة رغم الجائحة، ثقتها بنفسها كبيرة وعزمها أكبر وسط تدابير دراسية جديدة. بالنسبة للإجراءات المتخذة هنا في الليسي الحمد لله اتخذوا كاع الإجراءات، وكما راكم تشوفوا لي سوفايون خدموا خدمتهم تخي بيان وطبقوا كاع القوانين. وفيروس كورونا أوبليج على وزارة التربية تدبر البروتوكول، هو تقسم القسم على أفواج صباحية أفواج مسائية. لكن أنا نكيوث هذه الأشياء لا تؤثر عليا، باسكو نقرا في الدار نورغانيزي زي روحي نقرا في الدار، نبدا نقرا من دوكا حتى لآخر العام وإن شاء الله نجيبو باك. تكلمنا عليها باش تمثل المؤسسة وتمثل البرو بريزونتي لالجيري، ماشي غير المؤسسة باسكو إلي ليكزومبل ديدوكاسيون الأخلاق المستوى لاسيدويتي. مع دخول مدرسي ليس كالمعتاد الفرحة كبيرة، لكن التقيد بإجراءات الوقاية إلزامي لنحمي أنفسنا ونفوز بسنة دراسية مثمرة. وتحسينا لظروف التمدرس بالمناطق النائية والمعزولة بولاية إليزي، بادر مجمع سوناتراك بتزويد المؤسسات التربوية بالمقاطعة الإدارية الدبداب ب30 جهاز إعلام آلي موصول بشبكة الإنترنت. إبراهيم بالخير. تزامنا والدخول المدرسي للطور المتوسط والثانوي، استفادت المؤسسة التربوية بالمقاطعة الإدارية دبداب من أجهزة إعلام آلي مزودة بالأنترنت وسخانة مائية كاهبة تضامنية من مجمع سوناتراك. بتجهيز المدارس الثانوية لتسهيل التحصيل التعليمي للطلبة، وكذلك بتجهيز المدارس بسخانات مائية تعمل بالطاقة الشمسية. هذه المبادرة نثمنها على من خلال يعني مساعدة هذه المناطق المعزولة في الجنوب الكبير. كل الشكر لهذه المؤسسة المواطنة. المبادرة التضامنية التي لاقت استحسانا واسعا من قبل السكان جاءت تشجيعا لهذه المؤسسات التربوية التي احتلت المراتب الأولى في الامتحانات النهائية. والحمد لله هذه مبادرة جميلة ونعتز ونفتخر بها ونشكرهم شكر مش وناس الدبداب راهم فرحانين بها. كما ستستفيد المؤسسة الاستشفائية بالدبداب من تجهيزات حديثة دعما للأطقم الطبية في معركتها المستمرة ضد وباء كورونا. منذ بداية هذا الوباء سوناتراك قامت بمساعدة ولاية إليزي عامة بالمعدات الطبية والمعدات اللازمة لمكافحة الوباء، وقامت الشركة بنقل المرضى لولاية إليزي، ونفس الشيء إذا كان يستلزم الأمر إلى كان استعجالات في مدينة دبداب تقوم دائما سوناتراك باستعمال وسائل النقل تحابش تعاون المرضى في النقل. في تعاون استقبل اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد بقصر الحكومة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية البرتغالية السيد أوغوستو سانتوس سيلفا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. وقد تركزت المباحثات حول سبل ووسائل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تحضير الاستحقاقات الثنائية المقبلة لا سيما الدورة السادسة للاجتماع رفيع المستوى الجزائري البرتغالي. اللقاء جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم. وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا استقبل أيضا من قبل وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، ليتوسع اللقاء إلى محادثات بين وفدي البلدين، حيث أبرز وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ المليار دولار لصالح الجزائر، مؤكدا تقارب وجهات النظر بين الجزائر والبرتغال سيما ما تعلق بالقضايا الإقليمية والدولية الراهنة كقضية الصحراء الغربية والأزمة الليبية، وكذا الوضع في مالي ومنطقة الساحل والمتوسط.
العلاقات الثنائية البرتغالية الجزائرية قوية وجيدة في وجهات النظر السياسية والدبلوماسية. البرتغال تعود الاستماع بعناية للجزائر ذات الاهتمام المشترك، خاصة المتوسطية وشمال إفريقيا والعالم بصفة عامة. علاقاتنا كذلك تتمتع بشق اقتصادي هام، حيث لدينا ما يقارب من 80 مؤسسة اقتصادية بالجزائر، كما تعد الجزائر أهم الموردين بالغاز الطبيعي. لدينا وجهات نظر متقاربة حول الأمن بمنطقة الساحل وليبيا، وحول آفاق التعاون في حوض المتوسط والتنسيق حول الهجرة ومحاربة الإرهاب. تربطنا علاقات وطيدة وحميمة بين الجزائر والبرتغال. هناك معاهدة حسن الجوار والتعاون والصداقة. الجزائر من أكبر ممول في الطاقة للبرتغال، تقريبا 40% من حاجيات البرتغال تأتي من الجزائر فيما يخص الطاقة. تبادل تجاري أو حجم تبادل تجاري قد يوصل هذه السنة إلى مليار دولار. تطرقنا إلى العديد من المسائل الجهوية، منها الوضع في كل التحديات التي نواجهها معا، الهجرة الغير شرعية، التبادل مع أوروبا، وكذلك الصحراء الغربية، ليبيا ومالي والساحل. ضمن مساعي المساهمة في ترقية الاقتصاد الوطني وتنويعه، يعمل الشاب صالح المستفيد من دعم وكالة أونساج في إنشاء مؤسسة لصناعة الخرسانة المسلحة، يعمل على تنويع منتوجاته تلبية للطلب المحلي المتزايد. عبد الرزاق رمضان. قبل 4 أعوام المشروع كان مجرد فكرة تراود ابن العطاف. الفكرة أضحت واقعا بفضل التخطيط الجيد، الإصرار، العزيمة، وكذا دعم الدولة. وأنا خريج جامعة حاسبة بومبعلي، مهندس في الهندسة المدنية. اشتغلت في عدة مناصب في المؤسسة الخاصة. بعد ما شفت هذا المشروع خممت باش نرياليزي، بدأت تشغل 4 عمال في المرحلة الأولية. من بعد وصلنا حتى 13 عامل. جائحة كورونا وإن كان لها التأثير على المؤسسة، إلا أن الإرادة موجودة لتخطي الصعاب بالتنويع في المنتجات. منتجات خرسانية مثل لوردي، بابا، لابوردي، بافي، إن شاء الله مازال كاين توسيع مشروع. وحنا في الوقت الحالي رانا نسوقوا لعدة ولايات، ماشي غير ولاية عين دفلو، مام بليدة، مام شلف، مام تسمسيلات، الولايات المجاورة. هذا العمل في مرافقة ومتابعة الشباب ينقسم إلى قسمين. هناك ليزاجون دو سويفي توانا اللي يخرجوا في التيرا ويتبعوا المؤسسات المصغرة بصفة دورية، سينوين عندها مشاكل تجي لخلية الإصغاء. مشاريع ربما يراها البعض صغيرة، لكن بمثلها يبنى الاقتصاد القوي، وهي المقاربة التي كرستها الدولة الجزائرية كبديل اقتصادي. في التنمية استفاد زياد من 800 عائلة ببلدية جميلة وبني فودة بولاية سطيف من التوصيل بشبكة الغاز الطبيعي لتبلغ نسبة التغطية بالمنطقة 99%. زكريا تهامي. فرحة بانتهاء المعاناة وكبوس البرد القارس بعد ربط منطقتي قرمودة ببلدية جميلة وولاد علي ناصر ببني فودة بشبكة الغاز الطبيعي. معاناة تاعي أنا عندي 5 سنين وأنا بلا غاز، والحمد لله الحق الغاز. عانينا 5 سنين واليوم نفرج ربي الحمد لله. كنا نقاسي واليوم الحمد لله أولادنا هاك تشوف هم يفرحوا، رايحين يقراوا في التفاسنا الحمد لله يا ربي. العملية تندرج في إطار التكفل الأمثل بساكنة مناط قضل، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء. وبالتالي احنا في بلدية جميلة اليوم الحمد لله تصل نسبة التغطية إلى 99%، وهذا يعني نسبة قياسية بالنسبة للمعدل الولائي وكذا بالنسبة للمعدل الوطني. ونعمل جاهدين إن شاء الله من خلال البرامج التي استطرتها الدولة لتدارك كل هذا العجز، ومع إعطاء الأولوية إلى هذه المناطق، مناطق الظل، المناطق البعيدة والمناطق العالية لتعرف يعني برودة شديدة. وبهذا تكون سلطة الوصية لولاية سطيف حريصة
حريصة على ضمان معيشة كريمة للمواطن. على الساعة الثانية صباحا وبعد جهود مضنية، تم انتشال جثة الضحية عباس بوسهلة من داخل بئر بلدية سهالة دائرة تسالى بولاية سيدي بلعباس، حيث سخرت كافة الوسائل المادية والبشرية الممكنة. طه بالعيدوني. نحن متواجدون الآن بموقع الحادث هنا ببلدية سهالة، الساعة تشير حوالي 1 صباحا. ظروف مضنية لرجال الحماية المدنية وهم يصارعون الطبيعة، وقد تم حفر كل هذه المنطقة والأشغال أو عملية الإنقاذ لا تزال متواصلة. في هذا المكان بينما كان الشاب عباس بوسهلة بعمر 30 سنة ينظف البئر على عمق 7 أمتار، حدث انهيار أرضي ردم البئر ويختفي عباس تحت الأنقاض على عجل وبكل الوسائل الممكنة. أفراد الحماية المدنية بمعية مصالح الأمن وتعاون السكان يتم إخراج الضحية بعد 14 ساعة من البحث وأعمال النجدة. عملية إلى حد هذه الساعة متواصلة. طبعا نحن يعني وصلنا في هذه اللحظات، وصلنا للضحية يعني بعد لحظات إن شاء الله نخرجوا هذه الضحية. العملية كانت صعبة شوية، ولكن بفضل يعني الإرادة تاع عوان الحماية المدنية والمسؤولين تاعهم والإخوة تاع الدرك، تمكنوا باش يخرجوها من الحرب. ربي يرحمه ويسع عليه إن شاء الله. مهنية عالية لرجال الحماية المدنية ودقة لا متناهية في عملية الإنقاذ رغم صعوبة الأرضية، ليتم في الأخير نقل الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث وفتح تحقيق في الموضوع. في سياق العمليات المتواصلة الهادفة إلى مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفاريز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر الجارية عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفازة للجيش الوطني الشعبي عنصر دعم للجماعات الإرهابية بأم البواقي، فيما تم كشف وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بجالما. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفاريز للجيش الوطني الشعبي بتنسيق مع مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود وحراس السواحل ومصالح الجمارك 8 تجار مخدرات، وضبطت كميات من الكيف المعالج تقدر بأزيد من 755 كيلوغراما خلال عمليات متفرقة. ففي هذا الصدد أوقف حرس السواحل بالغزوات تجري مخدرات بحوزتهما 485 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما ضبطت مفازة أخرى للجيش الوطني الشعبي 142 كيلوغراما من المادة نفسها ببشارة. في حين أوقفت مصالح الدرك الوطني بتنسيق مع حراس الحدود بتلمسان ومستغانم تاجري مخدرات وحجزوا أزيد من 66 كيلوغراما من المادة نفسها، كما ضبط حرس السواحل بعين تيموشنت ووهران أزيد من 62 كيلوغراما من الكيف المعالج. وفي السياق نفسه تم توقيف 4 تجار مخدرات وحجز أزيد من 300 ألف قرص مهلوس و4 مركبات في عمليات أخرى متفرقة بكل من ورقلة وميلة وأم البواقي وباتنا وسوق هراس. من جهة أخرى أوقفت مفاريز للجيش الوطني الشعبي بكل من تامن راسة وعين قزام وبرج باجي مختار 65 شخصا وحجزت 10 مركبات و15 مولدا كهربائيا و9 مطاريق ضغط و3 أجهزة أو أجهزة كشف عن المعادن و368 كيسا من خليط خام الذهب والحجارة
وأغراض أخرى تستعمل في عملية التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى أزيد من 2100 كيلوغرام من المواد الغذائية الموجهة للتهريب. فيما أوقفت مفارز لجيش وطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني 11 شخصا وحجزت 5 بنادق صيد وأزيد من 3100 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد و 58223 وحدة من الألعاب النارية وأزيد من 4200 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة بكل من ستيف وبسكرة وورقلة وبتن والأهواط والمدية والوادي وأم البواقي وجانات وتيارت. كما تم إحباط محاولات تهريب كمية من الوقود تقدر ب 9088 لترا بكل من تبسة والطارف وسكهراس. وفي سياق آخر، تمكن حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني من إحباط محاولة هجرة غير شرعية وإنقاذ 935 شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية وقوارب تقليدية الصنعة بكل من وهران، تلمسان، وعين تيموشنت، والجزائر، وتبازا، وبومرداس، شلف، ومستغانم، والطارف، وعنابة. فيما تم توقيف 36 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسية مختلفة بكل من إيليزي وتلمسان والوادي وتبسة وغليزان. دوليا، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن حتى الآن ب 131 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 99 صوتا لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وذلك في الولايات التي أغلقت فيها مراكز الاقتراع. أكد المجلس الأوروبي أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي سيعقدون قمة افتراضية في 19 نوفمبر الجاري لبحث تداعيات جائحة وباء كوفيد-19 بعد 3 أسابيع من آخر لقاء لهم. وكان القادة الأوروبيون قد بحثوا الأزمة الصحية في وقت سابق بغية التوصل إلى تنسيق أفضل في مواجهة الوباء. في أخبار الرياضة، من المتوقع أن يعلن الناخب الوطني جمال بلماضي عن قائمة المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي في تصفية أمم إفريقيا، قائمة ستشهد عودة بعض الركائز كبلعمري وعطال. عمر جمال. عكس المباراتين الوديتين الأخيرتين للمنتخب الوطني أمام نيجيريا والمكسيك، أين وجد المدرب جمال بلماضي نفسه مجبرا عن التخلي على ركائز الفريق في صورة بليلي، عطال، بلعمري، سليماني، وأدم والناس الذين عانوا من نقص المنافسة. عودة الدوريات الأوروبية لعجلة الدوران عادت بالفائدة على المنتخب الوطني، خاصة بعد تألق عدة لاعبين في الدوريات المحلية وحتى الأوروبية في صورة بن سبعيني وعطال إلى جانب بن نصر، الذي يؤكد أنه قطعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في منظومة بالماضي. جمال بلعمري هو الآخر قدم أوراق اعتماده مباشرة في أول ظهور له مع ليون الفرنسي، ونفس الشيء بالنسبة لسليماني الذي كسب مزيدا من النقاط لدى الناخب الوطني بعدما أدرج ضمن قائمة ناديه ليستر في المنافسات المحلية والقارية، ليعطي حلولا أخرى لخط الهجوم بمعية بونجاح العائد بقوة هذه الأيام. فيما يبقى الخاسر الأكبر هو المهاجم بليلي الذي ضيع مرة أخرى فرصة العودة إلى المنتخب بعدما وجد نفسه من دون ناد إلى حد الآن. قائمة موسعة يريدها بالماضي أن تكون بخيارات عدة تتيح له حلولا كثيرة، ليكون بداية الأسبوع القادم موعدا للكشف عن قائمة مباراتي زيمبابوي لحساب الجولة 3 والـ4 من تصفية كان الكاميرون. ختام النشرة إلى التذكير بالعناوين. انطلاق الموسم الدراسي للطورين المتوسط والثانوي في ظل تقيد صارم بالبروتوكول الصحي، والوزير الأول عبد العزيز جراد يؤكد أن سلامة التلاميذ مسؤولية جماعية، مشددا أن الحكومة ستتخذ إجراءات قاسية في حال عدم احترام التدابير الاحترازية. الوزير الأول عبد العزيز جراد يؤكد حرص الدولة على إنجاح الموسم الدراسي ويطمئن بضمان اللقاح ضد فيروس كورونا لكل الجزائريين في حال توفره.
تنمويا استفادتها زيادة من 800 عائلة ببلدية جميلة وبني فودة بستريف من الضبط بشبكة غاز المدينة. وفي النشرة: أنموذج ناجح للاستثمار المحلي في مجال إنتاج الخرسانة بفضل برامج دعم وتشغيل الشباب. في أمان الله.